الله وبركاته. حبايبي طلاب تالتة ثانوي، يا رب تكون سنة سعيدة عليكم. نفوق كده مع بعضينا النهاردة إن شاء الله. جراما يونت 3 عندك في المنهج بتاعك السنة دي. النهاردة بنتكلم على حاجة بسيطة جدا، هي إيه؟ حاجة اسمها relative pronouns، اللي هي ضمائر الوصل. يعني إيه relative pronouns؟ relative pronouns يا شباب هو عبارة عن ضمائر الوصل. يعني ايه ضمائر الوصل؟ انا عندي في اللغة العربية دايما بقول الذي والتي والذين واللائي واللاتي ولا، صح؟ ده لغة عربية، اللي هي اسماء الموصولة، ضمائر الوصل. اوكي، انا عندي في الانجليش في بعض الكلمات اللي هي بنعتبرها برضو ضمائر وصل، اللي هي ايه؟ اللي هي معنا اول حاجة كلمة هو. علشان انا اقدر اتكلم معاك كويس لازم اعرف الكلمات اللي عليها مربعات دي، كل كلمة فيها بتدل على ايه وبتعبر عن ايه وبتيجي بدل ايه. علشان كده احنا بنقولها بالترتيب: هو للعاقل فاعل او مفعول. يعني ايه هو للعاقل فاعل او مفعول؟ بص معايا الجملة بتقول لك ايه. الجملة بتقول This is the boy won the race. دول في الأصل جملتين، This is the boy وبعد كده قال he won the race. فعشان نخليها جملة واحدة ونربط بينهم بأداة وصل حطيت كلمة who. فعشان كده قلنا الجملة This is the boy who won the race. لو قلت لك دلوقتي كلمة هو عايدة على مين؟ هتقول لي على البوي. طب هنا هو جه بعدها فعل، فهي جاية فاعل. عشان كده أول استخدام له أنها تأتي بدلا من ضمير الفاعل. طب بص الجملة التانية: I met the girl you saw before. أصل الجملة دي I met the girl you saw her before، ده أصلها إن you saw her. فعشان تخليها جملتين تربطهم بجملة فتقول إيه I'm the girl who you saw before. كلمة who هنا عايدة على مين؟ عايدة على الجيرل، يبقى who عايدة على الجيرل. طب شلنا مكانها الضمير ايه؟ ضمير هير، علشان هير مفعول. يبقى نقول مع بعض هو للعاقل فاعل او مفعول، هو للعاقل فاعل او مفعول. طب ممكن احط ايه؟ كلمة هوم. هوم هي هو، بس بيجي بعدها لازم ضمير. ليه؟ لان هوم دايما مفعول. يبقى ايه الفرق بين هو هوم؟ هو للعاقل فاعل او مفعول، اما هوم للعاقل شرط يكون مفعول. يبقى لازم هوم لما تيجي يكون بعدها اسم او ضمير، لازم هوم لما تيجي يكون بعدها في اسم او ضمير. لو ما كانتش كده ما ينفعش. يبقى نقول تاني: هو للعاقل فاعل او مفعول، هم للعاقل شرط يكون مفعول. طب اما استار، طالب محترم، انا دلوقتي مش هتكلم على العاقل، انا عايزين نتجادل شويه حبيبي ولا يهمك. ويتش لغير العاقل، سواء عاقل سواء غير العاقل، ده جاي فاعل جاي مفعول مش فارقه معاك. يعني بص الجمله: This is the car، دي العربية which I wanna to buy. I wanna buy دي العربية اللي عايز اشتريها. اصلها ايه؟ This is the car which I wanna buy it. فشلت it وحطيت which. اوكي، طب اللي تحتها: We lost the pen which was red. اصلها ايه؟ We lost the pen it was red. فشلنا it وحطينا which. ها يا شباب، في حاجة صعبة كده؟ كله تمام. طب امستر، يا حبيبي انا عايز اوحد الدنيا. وحد يا بابا، هتوحد ازاي؟ وحد الله. وانت بتوحد تركز عندك كلمة ذات،
ذات بتقول لحضرتك يا باش مهندس يا محترم، ذات بتقول لك انا باجي لمين اهي، كلمة ذات يا محترمين، كلمة ذات بتقول لحضرتك انا باجي لمين، باجي للعاقل والغير العاقل. يعني مش فارقة معاك حاجة؟ اه مش فارقة معايا حاجة. الله، لما ذات للعاقل وغير العاقل لازمتها ايه؟ هتعرف ان ليها ثلاثة لأ، لكن الاصل دلوقتي ان كلمة ذات بتيجي مكان عاقل وبتيجي مكان غير عاقل. ايه هي الحالات اللي ما بتحطش فيها ذات؟ ركز وهتعرف. نكمل مع بعض عشان نعرف بعد كده ايه الحاجات اللي ما بتاخدش ذات. في ذات لها ثلاث حالات لا تأتي فيها، لكن احنا نكمل مع بعض باقي العيلة. باقي العيلة بكل بساطة عندك كلمة وير، وير تأتي للمكان، عارفينها طبعا، وكلمة وين بتيجي للزمن، وكلمة هوز تأتي للملكية. تعال نبص مع بعض الجملة بتقول لك ايه. Alexandria is the town where I was born. Alexandria is the town where I was born. يبقى وير هنا جايدة عايدة على ايه يا ولاد؟ وير هنا جاية تعود على Alexandria. طب خلي بالك بعد وير في I was، يعني لازم يكون بعد وير فاعل وفعل. اوكي؟ طب اللي بعديه when جاية للزمن. لما اقول لك February is the month when I met her. February is the month when، هنا when جاية عايدة على الشهر، وفي نفس الوقت بعدها في فاعل وفعل، يبقى لازم where و when يكون بعدهم في subject و verb. زيهم زي whom، نفس الكلام، بس whom للعاقل، أما where للمكان و when للزمن. طب كلمة whose، whose للملكية، whose يا ولاد ترجمتها اه اه ايه 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 دي معناها ايه؟ لما اقول لك احمد اللي قلمه، الاه هنا هي هوز. ليلى اللي كراستها، الها هي هوز. العربية اللي شنطتها، الها هي هوز. يبقى هوز اه واه وايه وهم، يعني شنطتهم هم هنا هوز، يبقى هوز للملكية. لما اقول لك I'm the girl whose car was stolen، انا شفت البنت اللي عربيتها سرقت، الهادي هي هوز. اوكي، بس لو سمحت تركز معايا في اللي هقوله ده، مش كل مكان تحط لي وير. ليه بقى؟ بص هنا الحل بتاعك كان وير، لان بعدها في سبجكت وفيرب. طب اللي تحتها ما حطيناش وير، ليه؟ حطينا ويتش. طب حطيت ويتش ليه؟ عشان في حرف جر عايد على المكان. يبقى لو في عندك حرف جر عائد على المكان او الزمن بحط ويتش مش وير ولا وين. اوكي، يبقى ويتش تأتي بدلا من وير، وتأتي بدلا من وين اذا كان يوجد في الجملة حرف جر يعود على المكان والزمن. طب الجملة اللي تحتها بيقول لك ايه؟ Alexandria is a town which is very large. ايه ده؟ ليه عملنا هنا which؟ ده مفيش حرف جر. ايوه، بس مفيش subject. ما قلنا where و when لازم بعديهم subject و verb، فاعل ثم فعل. لو مفيش فاعل وفعل اوعى تفكر في where و when، بتحط كلمة which بدلا منهم. خلصوا؟ لا، في حتة تانية تعال نشوفها. اصحى معايا شوية ركز. كلمة ذات ليها ثلاث حالات ما بتحبش تيجي فيها. ايه هي؟ اول حاجة بسيطة، تخيل ايه؟ بص يا ولاد، كلمة ذات اول حاجة can be used between two commas. لما يكون في عندك quotation commas اللي هي سوري الكاما، الكاما العادية اللي هي الفصلة اللي موجود فيه، لما تلاقي فيه فصلتين ما تحطش في نص ذات. ذات ما بتحبش تيجي بين فصلتين. بص القاعدة بتقول لك اهي، بص الجملة اهي، الجملة اهي، الجملة اهي، خلي بالك الجملة اللي بتكلم فيها اهي، جملة بتقول ايه who won the race is my sister. ايه who won the race is my sister. ايه اللي فازت بالسباق مالها؟ اختي. ما انت كل اللي عايز تقوله لي ايه؟ كل اللي عايز تقوله لي
إن كلمة آية اسم شخصية أختك. طب الجملة اللي في النص دي جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، يعني شلتها ما حطتهاش مش فرقة. فلما أقول آية who won the race is my sister، يبقى الجملة اللي في النص أصلها إيه؟ تعريف بس الآية، يبقى ما تحطليش فيها كلمة ذات. أوكي؟ ده قلنا الاستخدام الأول، إن ذات ما تجيش فين؟ ذات لا تأتي بين فصلتين. بص الفصلة دي اللي هي هنا وكمان هنا، يبقى ذات ما تجيش مع فصلتين. طب الحاجة التانية أقول لك، ذات ما تجيش after or before prepositions directly، يعني ما تجيش ولا قبل ولا بعد حرف جر على طول مباشرة، لا يأتي قبلها حرف جر مباشرة ولا يأتي بعدها حرف جر مباشرة. يجوز تيجي هي ويترمي حرف الجر في الآخر. ماشي، بص الجملة دي، كايرو is the place، احنا بنقراه يا ولاد، كايرو is the place in which I live. ما ينفعش تقول لي in that. ليه يا مستر؟ ما احنا قلنا من شوية ذات للعاقل والغير العاقل. أيوة، ما قلت لك ذات بتاع كله، بس في نفس الوقت ذات ليها ثلاث شروط ما تجيش فيهم. أول شرط، لا تأتي بين فصلتين. الشرط الثاني، لا يأتي قبلها مباشرة أو بعدها مباشرة حرف جر. أوكي؟ طيب الحاجة الثانية، after nouns ما تجيش أسماء أشخاص، أسماء علم، ما تجيش اسم علم وتحط بعد ذات. بص الجملة اهي، I saw Ali who was in Harry. ما ينفعش اقول لك that was in Harry، ما ينفعش تقول لي that. اوكي يا اولاد، ثواني وهقول لك حاجة مهمة، ركز يا حبيبي كده، عندي معلومة مهمة. المعلومة بتقول لك ايه؟ حرف الجر لا يأتي الا مع whom او ايه تاني؟ ايوه، which. هم او which هما بس اللي بيجي معاهم على طول حرف جر، يا قبلهم يا بعدهم. لكن حرف الجر لو حب يجي مع هو او مع ذات بيترمي في اخر الجملة، يعني ما يجيش قبلها مباشرة. ذات لا يأتي قبلها مباشرة او هو حرف جر او بعدها. اوكي، وطبعا ده استخدامات ذات. يلا اولاد مع بعضينا، ندي لحضرتك دقيقتين تحل الجمل دي وتقول لي حلها ايه. اكتب الحل ده عندك واسمع الحلول بعد دقيقتين. يلا حل واسمع حلك. حضرتك خدت وقتك، يلا حل معايا وبص الحل. My band friend، بتكلم عن عاقل، فيبقى عندي هو او ذات. في عندي two commas، في فصلتين، فما ينفعش ذات، يبقى الحل بتاع حضرتك هو. ادي الحل الاولاني. الجملة التانية، عيشة father is a famous doctor، بتتكلم عن عاقل، فالمفروض that أو who's. يا حبيبي أنا بتكلم عن عيشة وأبوها، أبوها يبقى في ملكية، يبقى who's. علم لنفسك واوعى تنسى تكتب درجتك في الآخر. الجملة التانية، my brother lives in New York is going to visit us soon. My brother lives in New York is going to visit us soon. هنا مفيش معاك two commas وفي فعل، مفيش فاعل، فيبقى الحل بتاعك ذات. طب ليه ما تقوليش هوم يا مستر؟ عشان هوم يا حبيبي لازم بعديها subject ثم verb. ايه اللي بعده؟ fruit، طبعا بتكلم عن غير عاقل، مش محتاجة اي حاجة، هي الذات عشان ما فيش ويتش، من غير ما تفكر ولا تحتار، ذات هي الدواء ودايما الاجابة المختار. يلا اللي بعده، our flat is on is verb، ادام verb فما ينفعش where، ما ينفعش whose. ايه ده ينفع ذات؟ لا، يعني ايه؟ انا بتكلم عن غير عاقل فتنفع ذات، بس في تو كامز فما تنفعش، يبقى الحل بتاعك ويتش. اكتب في التعليقات من فضلك كام جملة صح في الامتحان الاول، هما خمس جمل، قولي جبت كام من خمسة. نشوف يا ولاد
الجمل اللي بعده دي كده احنا عملنا اول حاجة معانا اهو، دي الحل بتاعنا اللي فات. الجمل اللي عملناها ورا تمام اللي هي كانت حلها دي. اوكي تعال نشوف اسئلة تانية. يلا يا ولاد حل وريني قدامك برضو دقيقتين. لو كنت حليت يلا نحل مع بعض الاجابات بتقول لك ايه. She wrote many books and articles. She argued for more positive role for women in the modern world. انا هنا بتكلم على حرف جر يعود على الشيء، فالحل بتاعك مفترض هيكون ايه؟ يبقى الحل الشاب بتاعك هو in which علشان عايد على المقال. اللي بعديها her work had taken up much of her personal life. يبقى انا هنا بتكلم على ايه؟ على ان her work بتكلم على شيء غير عاقل، يبقى which had taken up. اوكي اللي بعده دكتور عيشة وفي father يبقى whose عشان ملكية. دكتور عيشة wrote many articles، يبقى الحل بتاعك in which. Queen Victoria was born in كذا، Queen Victoria ملكة فيكتوريا التي ولدت، يبقى الحل بتاعك who. اوكي يا شباب ده طبعا حاجات بسيطة، يلا بقى نحل مع بعض ونشوف مين الأسرع في الحل. كده احنا حلينا على اللي فات، عندك أي سؤال قول كده.